بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد مع ضيفنا العزيز الشيخ عباس بتاوي، مغسل أو مكرم الأموات. حياك الله معنا مرة ثانية شيخ. الله يحييك شيخ. ودي سؤال لأن الناس تسأله، هل يصير المرأة تغسل رجل أو رجل يغسل امرأة؟ نعم، سؤال دائما يتردد ويتصل ويتصلوا بجميع كثير من الأخوان الكلام هذا إلا من رحم الله. للعلم أخويا نبيل وللإخوة المشاهدين، الرجل يغسل المرأة في ثلاث حالات، الرجل يغسل المرأة في ثلاث حالات، والمرأة تغسل الرجل في ثلاث حالات. كيف ذلك؟ الرجل يغسل زوجته، يغسلها، والزوجة تغسل زوجها، حتى لو وجد مغسل تغسل. والحالة الثانية، الرجل يغسل طفلة دون السابعة من العمر فليس لها عورة، أصغر من 7 سنين. أيوة، دون السابعة من العمر. وكذلك المرأة تغسل طفل دون السابعة من العمر فليس له عورة. الحالة الثالثة، ييمم الرجل المرأة من فوق الملابس إذا ما وجد مغسلة. وكذلك إذا ما وجد مغسل تيمم الرجل بدون تغسيل، يعني بس تيممه من فوق الملابس إذا ما وجد مغسلة. إنما الأب يغسل بنته، الأم تغسل ولدها، الأخ يغسل أخته، هذا لا يجوز شرعا. فقط هي الثلاث حالات هذه. طيب شيخ، أنا سمعت القصة أيضا لرجل كبير بالسن اللي حضر مجلس الذكر عندك واتصل عليك في العزاء وسافر مع أولاده للطم، ودي أسمع قصة منك شيخ. نعم، هذه قصة أحد الإخوة منسقي المحاضرات للمشايخ والدعاء، اتصل فيه عشان يقيم محاضرة في أحد المساجد. وعندما حضرت المسجد وجدت رجل كبير في السن، في يعني تعدى 60، حافل قدمين، جاي يبغى يحب راسي، يسلم على راسي، وإذا المنسق هذا يقول هذا والدي، إلا يبغى يحضر محاضرتك زي ما أنت شايف يا شيخ، كبير في السن وعلى عكاز، وإلا يبغى يحضر. قلت له يا والدي أنا أجيب لك شريط الشيخ، أسجل لك يا أسمعك يا، قال إلا يبغى يحضر بنفسه. ما شاء الله، مجلس الذكر. نعم، فأنا حبيت راسه بدل ما قلت ولدنا، والدنا أنت بركتنا، ولدك هذا له الأجر، شوف الجمع اللي جايين في المصلى هذا كله له الأجر. استمع المحاضرة وانتهينا. ثاني يوم اتصل بي قال لي يا شيخ عندي حالة وفاة. قلت طيب ايش المطلوب مني؟ قال لي والدي الكبير في السن اللي حضر محاضرتك يبغى يطلع معايا عشان يدفن الرجل هذا من أقاربنا، وأكلم فيه ما يقدر، مكة بعيد وسنه، ويطلع السيارة عالية ونزلة، فأبغاك تكلمه يا شيخ إنه ما يروح. قلت ما تقدر، خلاص ما دام السن هذا يعني والدك صمم على شيء لازم تروح، خله يروح، حاول تكون معاه. أصر أنه يروح متى؟ نعم، لأجل عشان يحضر جنازة واحد من الإخوة الأقارب له، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم، يقول يا شيخ وصلنا مكة وحطوا الجنازة في الحرم وجلسنا نستنى صلاة الفجر، فإذا والدي يمشي لغاية مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأنا شايفه قدامي ويمشي ووقف يصلي. بعد ما غلق الصلاة قام اتكى كده، باقي وقت على أذان الفجر، اتكى على مقام سيدنا إبراهيم بكتفه الأيمن، فسيبته يرتاح. وقيمت الصلاة، استنى اطالع في والدي أبغى يقوم فما قام، فجيته الصلاة قامت الفجر، فجيت أحركه فإذا هو ميت. الله أكبر، راح يصلي على ميت قبض. نعم، الله روحه. نعم، وما تدري نفس بأي أرض، فين في بيت الله. الله أكبر. وفجر يوم خميس، الله ترفع الأعمال إلى الله، نص اللي جوا على العزة في دار راحوا مع الميت الأولاني، والنص الثاني اتصل بولده وقال لي يا شيخ أباك تيجي تغسل أبويا، ما نقدر ننزله جدة عشان نغسل ونرجع ثاني. قلت أنا الآن بغسل حالة، لكن أرسلك على طلابي في مغسلة فلان فلان. اتصلت بأحد الإخوان جو أخذوه ودوه، لكن الشاهد في القصة هذه يا إخوان، والرجل موجود من اللي غسله موجود، يعني يقول والله يا شيخ، يقول يعني خرجت من الرجل هذه رائحة أقوى من المسك. الله، رائحة خرجت منه أقوى من المسك. وصلوا عليه في الحرم ودفن في نفس المقبرة في نفس اليوم، هذا في صلاة الظهر وهذا في العصر. شيخ، إنسان بهالعمر حريص على مجلس الذكر بهذه الصورة،
وحريص يروح يصلي جنازة، يسافر عشان صلاة جنازة، يروح يصلي في الحرم، ويقوم قبل صلاة الفجر يصلي الليل، وينتظر أذان الفجر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هذا مو تطلع منه رائحة الطيب وبس، هذه أنوار تخرج منه، هذه كرامات لناس يعني قضوا حياتهم لله سبحانه وتعالى. على النقيض شيخ، كأنك قلت لي مرة قصة رجل وأنت تغسله تغير وجهه، لون وجهه. نعم، هذا اللي عرفته في الأخير يعني في المختصرة، أنه كان يؤخر الصلاة وليس تاركها. سبحان الله، ما هو تاركها بالكليا، يؤخر يعني يكسل على صلاة الظهر وتجي له شغلة ويخش عليها صلاة العصر، يقول لك يلا أصلي الظهر والعصر مع بعض، أجمع، أو المغرب والعشاء. وبعضهم يقول لك لا يكمل اليوم كله، يقول مو هي صلاة كده. الأخوان، بعض الأخوان مسكتهم يقول لك مو المفروض أن أصلي، خلاص ما لك إلا أن أصلي، فيجمع الخمس الفروض كلها مع بعض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا لما جيت أغسله كان لونه عادي طبيعي، بدأ السواد ينزل هنا من جبينه إلى عينه، ثم بدأ ينزل لغاية أسفل الذقن. نعم. أنا بصراحة خفت. نعم. وأنت تغسله؟ وأنا بغسل، إيه، خفت إنه يعني التحرك ده، تخيلت إنه حيوصل يدي ما دام بدأ هنا، فلقيته ما تحرك من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن لحمة الإذن اليمنى إلى لحمة الإذن اليسرى. لو قلبت أداني من وراء حتلاقيه أبيض، من هنا رقبته أبيض، من هنا أبيض، إنما الوجه هذا تحول إلى سواد الفحم. كيف تحول؟ وكما وهذا ليس بغريب، ذكر في القرآن، يوم تسود وجوه ويوم تبيض وجوه. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. نعم. ابن عباس يقول للسيئة سوادا في الوجه، نسأل الله العافية. قد يكون سواد معنوي لكن بعد الموت يرى عند بعض الناس. نعم له حكمة سبحانه وتعالى. طبعا شيخ، ناس صالحين الله قبضهم يعني قبض حسن وعلامات حسن الختام لهم، وناس على العكس. أنا ودي أنتقل لموضوع آخر شيخ، اللي هو خرافات الناس، بدع الناس شيخ في التغسيل، بدع الناس في التكفين. أنت أخبر الناس شيخ، يعني يمكن الواحد يقرأ في الكتب لكن قد تكون أمور قديمة انتهت، لكن أنا بتكلم عن العصر الحالي، بدعهم في الدفن، بدعهم داخل الدفن. أنت قلت لي بعض الأشياء حتى أنا ما أدري تصدق ولا ما تتصدق. أنا ودي أسمعها شيخ منك كأمثلة عشان ننبه الناس، لأن ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن شيخ